اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واهلا بيكم في فيديو جديد وشقه جديده. والنهارده هنعرض شقتين من اجمل الشقق العرايس المصريه، تشطيب وديكور والوان وموبيليا، حلوين قوي قوي باذن الله يعجبوكم، وكمان كلهم مودرن. فيعني ان شاء الله الفيديو يعجبكم، حطولنا لايك للشقق القمر دي، واللي اول مره يشوفنا في القناه ياريت تشترك معانا، تستفيدوا بقى من الافكار اللي مقدمها والديكورات. النهارده هنعرض لشقق للمهندس محمد عبد الكريم، عرضنا ليه اكتر من مره، هو اللي مصمم العفش والتنجيد، كل الموبيليا دي تصميمه. مكانه في الشرقيه بنات، هسيب لكم رقم الفون بتاعه، بيروح في اي مكان في مصر، بتختاري الموديل وهو بيصممه لك او بالتعاون معاه حسب ذوقك واختيارك. بصوا بقى الشقه القمر دي مكتبة تلفزيون، من الحاجات الجميلة قوي انك تعملي المكتبة خشب افضل كتير من الجبسون بورد. الانتري هنا باللون المستردة مع الاوف وايت، شوفوا الكوشنز حلوة قوي تحفة، الابيض في اسود. طبعا الناس ممكن تستبعدوا عن على المستردة، لكن الكوشنز اللي بالشكل ده بتاع ايكيا بيليق على حاجات كتيرة جدا. وهنا كوشنز برضو فرو اسود، السجادة لو تلاحظوا نفس الفرو الاسود ده، فشكلها حلو قوي. والكنبة دي كمان كنبة سرير، يعني واضح جدا شكل التنجيد قد ايه مشدود وقد ايه مظبوط بتاع الانتري. انتري ظهره كله كابوتيني زي ما حضراتكم شايفين، لون المستردة من الالوان طبعا المبهجة، ولسه مستمر معانا كموضة. هنا بقى بصوا السفرة القمر دي، الكرسي بتاعها طبعا تحفة برضو اسود، هو يعني الاساس هنا في الريسبشن اللون الاسود. الترابيزة سيمبل قوي، اتنين هنا بانكات واتنين الكراسي. البانكات هنا طبعا ممكن تستغلي كمان هو مساحة عندك صغيرة، فبياخد عدد اكبر بدل ما تحطي كراسي وياخد مساحة. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى هنا البوفيه، المراية بتاعته سيمبل قوي وكمان تقسيمته حلوة اهو. في شغل كتير طبعا، الرجلين بتاعت ستانلس وكمان المقابر ستانلس باللون الجولد. هنا النيشة كلها ازاز، ما فيش فيها تفاصيل، نيشة صغننة، وده في حد ذاته حلو. طبعا هنا لو لاحظتوا ان الخشب كمان معمول عمولة، فكل حاجة بالمقاس بالظبط، ودي ميزة العمولة، لو بتاخدي جودة عالية بتاخدي على قد المقاس، تحس انك بتعملي قطعة عفش كبيرة بتضايق الدنيا. هنا بقى اوضة الاطفال مختلفة خالص، بصوا التسريحة، المراية نفسها متنجدة اهو، وده تنجيد يا بنات وقماش، وكذلك التسريحة من الأجناب. وهنا البنكت، هنا برضو الكمود متنجد، والدولاب سيمبل قوي، جزء مراية وجزء خشب. وهنا كمان الجزامة في الأوضة بالشكل ده، دي الأوضة الماستر. بصوا ده الدولاب، نفس فكرة دولاب الأطفال بس طبعا على مساحة أكبر، داخل فيه شرايح ستانلس، مراية في النص، هنا تسريحة كمان، الأدراج بتاعتها كلها متنجدة من بره كده. السرير هنا متنجد بخطوط طولية زي الكومود بالظبط. بصوا ورينا حركات ايدي، ورينا التشطيب والنعومة والفينش بتاع الخشب، بجد دايما بنقول تسلم ايديك مستر محمد على الحاجات الحلوة اللي انت بتعملها لنا. اللي وصل معانا هنا لحد الفيديو، استنى بقى الشقة التانية، حطنا لايك حلو وتعليق اجمل. من ابسط الشقق واجملها والشكل اللي قدمناه. هنا بقى الصور للشغل كله، شايفين بقى الريسبشن والسفرة تحفة، في انتري تاني جوه اسود يا بنات، دي أوضة الأطفال. كده نكون خلصنا من الشقة التانية، جهزوا بقى للشقة القمر الأولى أسفة. الشقة القمر بص هنا الأنتري ده تحفة برضو، دي صورة أستاذ محمد. ندخل بقى على الشقة الجديدة،
سيب لكم الفون في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت بالحابب يتواصل معاه، وان شاء الله في عروض حلوة لكل متابعين القناة. نقول بسم الله ونبدأ الشقة القمر التانية برضو المستردة والكحلي، يعني عشان كده حاولت احط لكم الفيديوهين مع بعض. بس بصوا الانتري مختلف برضو، رجلين استانلس في شرايح استانلس من الجنب، الترابيزة هنا استانلس، المستردة والدرجات الكحلي. بصوا على جمال التشطيب، هو حاطط جزء من الفرو مش الكوشنز كله فرو، وهنا برضو مكتبة خشب للتلفزيون هنشوفها دلوقتي. حلو اوي البنكيت ده، فكرته فاصل كمان من بين النيش والسفرة والأندري. شو كمان النيش هنا حلو اوي، نفس فكرة النيش التاني بس اختلاف التضليع اللي في الجنب. حابة اوريكم انه عامل نفس الشقتين في نفس تقريبا الوقت، بس شوفوا اختلاف في التفاصيل. بصوا هنا السفرة بقى وجمالها، طبعا كل ده بالاتفاق مع العميل. الكرسي ده من الكراسي المريحة، وبنات بتجب من ورا كده كابوتيني. ده شكل الكرسي. بصوا لو لاحظتوا ان السفرة نفسها هنا، بصوا شايفين الشرايح الستانلس اللي موجودة، نبتدي شكل حلو اوي لأي سفرة. هنا كذلك المراية السيمبل اوي بتاع البار او البوفيه. هنا جزام، بص فكرة الجزامة دي حلوة أوي، بتحسيها قطعة ديكورية مع المراية كده في مدخل الشقة، تحفة أوي. الأنتريه عجبني جدا. بصوا التشطيب بتاع التنجيد، انا شخصيا الشقتين دول من اكتر شقق عجبوني الفتره الاخيره في عرض الشقق. عاوزه كمان راي حضراتكم وتعليقاتكم جميله، ويا ريت لايكات كتير للفيديو عشان دايما اللايك بيرفع الفيديو وبوصله لاكبر عدد من المشاهدين. هو جمال النيش وبسطته. هنا بقى الاوضه الماستر تحفه سيمبل قوي. بصوا الكومود اهو ممكن يلزق او ممكن ينفصل عن السرير، بس حطه بشكل كده جنبه عشان طبعا المساحة. بصوا كمان التنجيد كابوتوني، شكل التسريحة اهي. هنا الرف فكرتها مختلفة. كمان الدولاب، لما تكون الأوضة مساحتها ضيقة وتحطي الدولاب فيه مراية أو مراية كبيرة بتديكي طبعا عمق واسع للأوضة اللي انت فيها. بصوا كمان التسريحة هنا متعلقة طبعا عشان المساحة، في إضاءة تحت شايفين الشكل حلو قوي، وحاطين بقى البفات تحتها طبعا لأن مساحة الأوضة هنا مش كبيرة، بس هو بسم الله ما شاء الله استغل الأوضة كويس جدا. بصوا كمان تقسيمة الملاية زي تقسيمة بتاع الدرج زي تقسيمة بتاع الكومود، كل هو مركز بكل تفصيلة بيعملها في الموبيليا. تحفة اللهم بارك. هنا بقى أوضة الأطفال، الأوضة هنا مساحتها حلوة أفضل، حاطط بدل كومود في النص زي ما حضراتكم شايفين كده زي مكتبة صغننة وعليها شاشة تلفزيون، ودي فكرتها حلوة بدل كومود يبقى صغنن، ممكن ده يعتبر درج تخزني فيه حاجات كتير. بصوا هنا التنجيد شكله مختلف تماما.
هنا كمود صغير كده فوق مراية جنب الدولاب، تسلم ايديك على الحاجات الجميلة اللي انت عاملها بجد مستر محمد. شوف بقى هنا الاستانلس والتشطيب بتاعه كمان، الاستانلس ده في ناس بتعمله بقى مشنشر شوية كده او تشطيب من فوق، لكن هو بصراحة مع الشقة حلو جدا في الخشب. ودي كده أوضة الأطفال، ده كده الشقة كلها. ألوانها تحفة، دي بقى صور للشغل كله. أتمنى فيديو النهاردة يكون نال إعجاب حضراتكم، استفدتوا منه ولو بفكرة. أشوفكم إن شاء الله بفيديو جديد وشقة جديدة، تانية تعليقاتكم الجميلة ولايكاتكم القمر، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.